Sir. Hello, sir. تشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات بما فيها حق الفتى محمد أبو خضير حيا. هذا الفتى الذي لا يزيد عن 15 عاما أحرق حيا. أكيد أن هذا يذكر بأحداث كثيرة حصلت في الماضي، القتل، الحرق حيا. نحن من واجبنا توفير الحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني. وأخيرا نود أن نقول لمن يخشى المحاكم عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم. ما دمت لا تريد أن تذهب إلى المحكمة لتحاكم، في الأساس يجب عليك أن لا ترتكب جرائم من شأنها أن تأخذك إلى المحاكم، كل أنواع المحاكم. شكرا لكم.